والآية الأخرى التي أيضا بقيت في ذمتنا قبل الاستنباط، هل أتاك حديث الجنود؟ هنا نتكلم عن الاستفهام ولم نتكلم عن قال في الحقيقة فهمه من عدة جهات. جهات شنو يعني؟ على عدة أطروحات. أولا ما قاله السيد الطباطبائي من أنه تقرير، أن هذا الاستفهام يراد به التقرير، والتقرير يراد به أحد معنيين. المعنى الأول أخذ الإقرار من قبل السامع بأنه فعلا هذا حصل، فالأتاك فيقول نعم، فقد أخذ منه الإقرار. والمعنى الثاني، والظاهر أن الأول هو الذي يريده السيد الطباطبائي، والمعنى الثاني أنه صورة استفهام بمعنى شنو؟ بمعنى الإيجاب والإقرار، كأنه يقول قد أتاك حديث الجنود، وليس بمعنى هل أتاك حقيقة. فإنما هو مجازا استعمل، كأنما كما هو أنا أقول بأنه الحروف قد تستعمل مجازا، هنا الاستفهام مستعمل مجازا وليس حقيقة، ويراد به التقرير أي الإيجاب وليس الاستفهام. وهذا أيضا وجه في نفسه، بس أنا جبتك تفسير لكلام السيد الطباطبائي، لكن يسبق أطروحة ثانية في فهم شنو؟ في فهم هل في فهم الاستفهام الموجود في الآية. يوجد هناك في نفس هذا المجال اتجاه آخر، وهو أن المستفهم عنه ما هو؟ لاحظوا، هو يقول هل أتاك حديث الجنود، فالمستفهم عنه هو الحديث بالدلالة المطابقية، وهذا ينبغي أن يكون واضح. وأنا أقول لا، نحتاج معنى وليس إعرابا، نحتاج بحسب المعنى إلى تقدير مضاف، لأنه شنو؟ حديث الجنود، أي الحديث الذي قاله الجنود، ليس المراد ذلك طبعا، وإنما الحديث عن الجنود. كما لو قلنا هل أتاك حديث أعمال الجنود، تاريخ الجنود، أيضا ليس المراد ذلك، لأنه القرآن ليس كتاب تاريخ وإنما كتاب عبرة وهداية، بل المراد يعني بحسب فهم المشهور هل أتاك حديث عقوبة الجنود فرعون، كل أخباره أنهم أنزل بهم العقاب الدنيوي، هذا هو المراد. لكن تبقى خطوة وهو أنه من الممكن تقدير شنو؟ سبب العقاب ما هو؟ هو الظلم والفسق والكفر والفجور. هل أتاك حديث ظلم الجنود فرعون أو استبدادهم أو قهرهم، أي شيء من هذا القبيل الذي كان سببا شنو؟ لعقابهم طبعا. فالمهم على كل هذه الفهوم أنه نحتاج إلى شنو؟ تقدير مضاف أكيدا، وإلى الجنود كجنود خلي يولون أنا شيء بأخبارهم، وإنما للعبرة طبعا.